مشجعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة بن سليمان. فلا زال لحد الساعة مازال الباعة المتجولين بعد ما تم تحرير منطقة حي الفرح من طرف الباعة المتجولين. ففي الباعة كيتوجهوا لواحد المكان آخر اللي هو بين حي الفرح، بين حي الحسني ولالا مريم الثانية وحي الفرح. هذا المكان كتشهدوا معنا الان التدخل ديال السلطه المحليه والامن الوطني باش يحروا هذا المكان. لحد الساعه لازال تدخلات في هذه الاثناء، لحد الساعه مازال تدخلات كما كتشهدوا معنا في البيعه المتجولين كلهم هنايا، فكلهم واقفين وكيطالبوا باغين يحطوا هنايا كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام. فلحد الساعه لازال تدخل السلطات المحليه باش يحروا هذا المكان. باش يحروا هذا المكان من طرف البيع المتجولين. فلحد الساعة مازال السلطة المحلية كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام متابعي قناة شوف تي في، ومازال معنا بث مباشر من مدينة بن سليمان. فلحد الساعة لازال تدخل السلطة المحلية، عناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة باش يحرروا هذا المكان من الباعة المتجولين. فكيف ما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام متابعي قناة شوف تي في، مازال الناس لحد الساعة جاو لهذا المكان بكثافة باش يحطوا فيه باش يبيعوا ويشريوا. ولكن المشكل اللي كاين هو ان السكان ديال هذا المكان هما ان السكان انهم حاطين شكايات باش هاد الناس ما يحطوش هنايا، حيت كيبقى لك المخلفات وداك الشيء. فكيف ما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، مازال معنا بث مباشر من مدينة بن سليمان. فلحد الساعة كتشاهدوا معنا تدخل ديال السلطة المحلية باش يحرروا هذا المكان. كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، فلحد الساعة لازال تدخل ديال السلطة المحلية كذلك الأمن الوطني والقوات المساعدة باش يحرروا هذا المكان من الباعة المتجولين. كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام متابعي قناة شوف تي في، فلحد الساعة تدخل ديال السلطة المحلية القائد المقاطعة الثانية كذلك النائب ديالو الخليفة السيد القائد، كذلك تدخل عناصر الأمن الوطني، كذلك تدخل عناصر القوات المساعدة باش يحرروا هذا المكان من الباعة المتجولين كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام. I'm
كما كتشاهدوا تبارك الله، نزل معكم بث مباشر من مدينه بن سليمان. فكاين تدخل في الان ديال السلطه المحليه باش يحرروا هذا المكان. لحد الساعة كما تشاهدون المتابعين الكرام، فكاين تدخل ديال السلطة المحلية باش يحرروا هذا المكان من الباعة والمتجولين. كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، حنا مازال معكم بث مباشر من مدينة بن سليمان. صباح الخير اختي بشرى، صباح الخير لكل المتابعين الكرام. ولاد بلاتي تعرضوا للمشاكل وخران تعرضوا للعيط. كما كتشاهدوا معنا المتابعين الكرام، انتم معنا بث مباشر من مدينة بن سليمان. فلا زال السلطة المحلية في تدخلات في هذا الأثناء باش يحرروا هذا المكان من الباعة المتجولين. اختي بشرى، هذه ماشي سويقة، هاد الناس الباعة المتجولين جاو حطوا هنايا، هذا المكان ممنوع عليهم باش يحطوا فيه. فجاو تدخل السلطة المحلية باش يحرروا هذا المكان. مشاو حطوا في الصباح، حطوا في واحد الحي آخر ومشاو حيدوا منه، هما جاو لهاد البلاصة. كاين تدخل ديال القوات المساعدة وديال الأمن الوطني، كذلك ديال السلطة المحلية. ودي أنا ضمن السوق أنا. وأختي هاهي تقول لك جوطية أنا ضمن السوق 14 عام مليح دار القصبان. ما كاينش اللي كان تيدخل بينا، ولكن النهار اللي خرجوا الشانط حيدوا من الشانط، عاد ساكنين لأن راه تنتظروا لها مقاتل. حيدوا من الشانط ما بغاوش. النهار اللي جاو قدي ما هيدي في براسي، أنتم اللي فيكم. وانا ما قدوش يجيو معايا، طيح صافي مشى بالوراق ديال القلب هربوا وحرروا هادي كامل كل قرب ولاو يجيو كل بلاصتي من بلاصتي. حنا كنبغيو على البارده، سخونا كيسدوا بها واحد اخر. هكا تخسي النظام زين، حنا كنا باغا النظام. ها النظام بنادم، النظام بنادم بهاد الدراويش، راه كاين اللي عايش منها، كاين اللي كاري عنده خمسه د وليدات، عنده عبيد. راه حنا كنا كنشوفوا شي حالات كينسونا في حالاتنا، حنا كنا الناس راه الناس راه
فكما قلت لهم انا مازال لحد الساعه السلطه المحليه غنديروا من الاساسيين والقائد ولكن فيما داروا غادي تعرف ما يدير اللي كتصوت عليه كاين والو المشكل كاين تما كاين يوميا يوميا تمشوا عليه غير سلطان اه هي قلتي المشكل كاين فينا حنايا المشكل كاين فينا هذاك صوت عام المشكل كاين في المواطن راه ماشي في هاد الناس اللي كاين المشكل في المواطن ولكن كيمشي كيضرب على فيا كيبيع عندك كما كتسمع الناس كيقولوا بلي هذاك صوت 4000 يعني المرشح كيصوتوا عليه كما كيقولوا تصنتوا معنا كاين منافقين هنا بن سليمان كاين منافقين هنا بقى تهضر هنا كيوصلوا البرقاقه هاد التبرقي يقول هضره خايبه هادشي اللي كيوصلوا هنا اما شي حاجه اللي معقوله ما كاينه باش يوقفوا الرجاله كيمشيو يصوتوا على جديره كيعطيو 4000 كيسد فمو كيمشي وقت يمشيو فين وثقنا مول الفيديو اللي كاين جديره انا راجل تقول جديره راه دوك الكلاب اللي دايره جديره هما اللي خاطر جديره والله تراجع نعم اختي بشرى نعم صحيح فصراحة فلحد الساعة تماشينا معنا مازال تدخل للسلطة المحلية باش يفكوا هذا المشكل لحد الساعة مازال تدخل السلطة المحلية نظامين ومنتجين اسواق ما عندهمش كل حي دابا والله العظيم الا كل حي عندك كل جروب ديالو ديال سوقنا مدير داكشي من الطموز من بعد داكشي ديال الكوره فهمتي غير حبك في الرشا قليله ولكن سوقنا مجموعه ديال البنيه التحتيه ديال ماكينه الحوت فين تسمى الدجاج وهذا وبخير من كاين الحوت كاين داك المدينه التحتيه ما كاين لا خنز لا والو السيدة بغات تبان كامل فلحد الساعة لازال تدخل ديال السلطة المحلية كذلك الأمن الوطني والقوات المساعدة باش يفكوا هاد المشكل اللي كاين الناس كيطالبوا غير فين يحطوا باغيين فين يحطوا ولكن السلطة المحلية فقط سلطة نظامية أنك تنظم السوق وهذا المكان غير مخصص باش يحطوا فيه حيت كاين حيتاش كاين مشكل ديال الساكنة كيتشكاو كاينة الساكنة كتشكا داكشي هو المشكل اللي كيدير هادشي كامل إذن متابعين كانوا مازال كيشاهدوا معنا مازال كاين التوافد ديال الباعة المتجولين مازال التوافد ديال الباعة المتجولين لحد الساعة كما قلت لهم معنا المتابعين الكرام حنا مازال معكم بث مباشر من مدينة بن سليمان
تغسل. في لحد الساعة لا زال السلطة المحلية كتحاول أنها تنظم هاد البيعة مجوين، فكما كنشاهدوا فكيبان لي باللي راهم بداو يخوفوا في المكان ديالهم، فبداو كيخوفوا المكان ديالهم. إذا كنشوفوا باللي البيعة مجوين بداو كيحيدوا من هاد المكان، بداو ينقرضوا من هاد المكان، بداو كيحيدوا من هاد المكان البيعة مجولين، يعني طاعوا الأوامر ديال السلطة المحلية. إذا متابعينا الكرام كما شاهدتم معنا، فالباعة متجولون بداو كيغادروا هذا المكان. إذا المتابعين الكرام كنتم معنا في بث مباشر من مدينة بزليمان.